حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. سعادة عظمى بغير حدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقبل العيد بالأفراح منتشيا، يا فرحة العيد زوري كل أحبابي وبلغيهم تهاني القلب عاطرة، هنيتم العيد في أنس وأطيابي. كل عام أنتم بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالأفراح والمسرات، كل عام والحب يملأ قلوبكم والبهجة تجمع شملكم، كل عام وهذه الابتسامات بإذن الله لا تفارق محياكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة من مجالس العيد، نسعد بكم وبصحبتكم في هذه الأجواء الطيبة والمباركة والتي نحتفي بها. أن بلغنا الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وبلغنا تمامه وكماله، واليوم نحن في أيام فرح وسرور في أيام عيد الفطر المبارك. في هذه الحلقة يسرني ويسعدني ويشرفني كذلك أن يكون ضيفي معي في هذه الحلقة الشيخ بدر السلمي، متحدثا عن أيام العيد ومقاصد الإسلام في فرح العيد. حياك الله يا شيخ بدر. أهلا 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 بالأستاذ القدير الأستاذ أحمد، وأنت العيد اليوم نحن حقيقة في فرح وسرور كبير. وإن كان من كلمة أتقدم بها أولا أن أهنئك بهذا العيد وأقول بارك الله لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح القول والعمل. الله يبارك فيك شيخ بدر، وهذا من لطفك، سبقتني بالتهنئة وأنا حبيت أن أرحب بك أمام السادة المشاهدين. وكل عام أنت بخير وأنت بألف خير وأهلك وأحبابك ومن يعز عليك. اللهم آمين، والأمة الإسلامية جميعا يا رب. اللهم آمين يا رب. شيخ بدر، هذه الأيام، الأيام الطيبة المباركة، أيام فرح وسرور، وهي لا تفهم إلا لغة واحدة، لغة الفرح، لغة الحب. مظاهر الاحتفال بالعيد كما نراها وتملأ كل الوجوه، كل بيوت المسلمين. نعم. اليوم في فرح وفي سرور بأن أولا أتم الله عليهم الصيام وأكمل عليهم هذا الشهر الفضيل، ويشكرون الله سبحانه وتعالى على التمام. هذا فرح كبير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بأن أتم الله سبحانه وتعالى علينا الصيام، الفرح بأن بلغنا العيد، يفرح الإنسان ويسر وتكون على محياه البهجة والسرور، ويكون يعني يدخل في نفسه وفي أهل بيته الفرح والسرور، وهذه أكبر نعمة عظيمة الحقيقة يا شيخ أحمد. من أعظم مظاهر الفرح أن يكون أبناءه وأهل بيته وإخوانه وأقاربه في يعني سرور وفرح، ويدخل عليهم الابتسامة. ولا يخفاك الحديث، يعني من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى سرور تدخله في قلب مسلم، كيف لا يكون السرور في مثل هذا اليوم؟ الله يبارك. طيب يا شيخ بدر، يعني بعد هذا التمهيد المهم جدا لأن يكون الفرح هو عنوان هذه الأيام الطيبة والمباركة، الرجل مع أهل بيتي مع أصدقائي مع جيرتي، كيف نعكس هذا التمهيد إلى واقع عملي، إلى ممارسات عملية يستطيع اليوم كل أب، كل مسؤول، كل أم، كل أخ، كل جار أن فعلا يساهم في ممارسات الفرح بهذه المناسبة الطيبة؟ والله شيخ، من أعظم الممارسات أولا الذهاب إلى مصلى العيد. نعم. خروج الكبار والصغار، النساء، الكل يخرج إلى هذا المصلى ويصلون مع المسلمين. واليوم أنت تشاهد في كل بلدان العالم، في كل بلدان المسلمين تشاهد الناس وهم يجتمعون لصلاة العيد. هذه من أعظم المظاهر ومن أعظم الممارسات التي يمارسها الإنسان في هذه الأيام. صحيح. هذه أيام مباركة، أيام العيد، أيام فرح. كذلك من الأمور أن يكون الإنسان مبادرا لزيارة أهله وأقاربه ووالديه وإخوانه وجيرانه. زيارة ترى من أعظم المظاهر التي تبعث في نفوس الناس المحبة والفرح بهذه الأيام. أن يكون الإنسان مبادرا لصلة الأرحام. صلة الأرحام لا يخفاك يا شيخ أحمد أنها من الأشياء التي ينبغي كلنا أن يعني أن نكون مبادرين في مثل هذا اليوم. أنت تعلم أن العيد إما أن يكون عيد المسلمين العام مثل عيد الأضحى وعيد الفطر والذي نحن بصددها اليوم، وكذلك عيد المسلمين عيد يوم الجمعة، ويوم عرفة يعد عيدا.
نحن في اليوم من أعظم الأعياد عيد الفطر، بأن خرجنا من هذه العبادة العظيمة ونحن قد أتم الله سبحانه وتعالى لنا، فنحتاج أن نمارس الفرح. نمارس الفرح بأن نذهب إلى الناس وأن ندخل إليهم السرور، ليس فقط أن يكونوا للأبناء أو للوالدين أو للجيران، حتى لكل المسلمين. ابعث فيهم السرور، ابعث فيهم الفرح، خل الناس يعيشون أجواء هذه الأيام الجميلة. ما زالت من المشاهد العارقة، يمكن هو الحديث اليوم حديث عيد، الله أكبر، مو حديث اللقاءات الرسمية وغيرها. فنحن اليوم نحتفي بهذه المناسبة. أنا أذكر واحدة من المشاهد اللي ما زالت عارقة في ذهني إلى هذه اللحظة، في أحد أعياد الحج المبارك كنت في المدينة المنورة، وبعد صلاة العيد كان مشهد احتفاء الناس بالعيد للقريب والغريب شيء يعني مشاع ويثلج الصدر. تنتهي من صلاة العيد وتقوم من مصلاك، فتلتفت كل شخص بجوارك يسلم على الآخر احتفاء بالأحضان وتبركة وتبريكات بالعيد وتهنئة، مع أنه أنا ما أعرف كثيرين أو الكل ما أعرف، ما كنت فيه إلا أنا واحد أو اثنين، لكن هذا المشهد ما زال عارقا وأصبحت عادة في كل مصليات العيد، حتى في عيد الفطر أن تبتهج في عيد لمن هم حولك. أكيد شيخ، شيخ أحمد، ترى المسلمين يعني مثل الجسد الواحد، الله، يفرحون مع بعضهم ويحزنون مع بعضهم ويسعدون مع بعضهم، هكذا الناس ترى جماعة. يعني أنت تعيش بين مجتمع، الفرد واحد من المجتمع، أنت تعيش بين مجتمع يفرحون بهذا الفرح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون الناس، فأنتم مع بعض لابد أن تفرح، لابد أن تظهر السرور وأن تشارك هؤلاء الناس. يعني أنت في هذا الموقف جعلك يعني الصورة لا تفارق، يعني لا تكون الصورة النشاز، صحيح، أصبحت الصورة واضحة عندك أنه هذه يعني مبادرة كريمة، أنه الإنسان يقبل على أخوانه ويسلم عليهم ويظهر الفرح. هكذا المفترض أن نكون جميعا، وأعظمها يا شيخ لغة الابتسامة. الله، اليوم ترى الابتسامة ما هي بأموال، لا، الابتسامة تراها مجانا ولا تكلف شيء، ولك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا في الحديث، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسم. إذا ما تبتسم في هذه الأيام متى تبتسم؟ نعم، مع كل الناس. نعم، عرجت في حديثك الشيخ بدر فيما يتعلق بصلة الرحم والزيارات، وحنا مع الحياة المادية ممكن شغلنا عن أهلنا وأحبائنا، ارتباطات الدوام والمسافات البعيدة، هل هذه الأعذار تكون قائمة أيضا في مثل مناسبة العيد؟ الشيخ، شوف، صلة الرحم المفترض أنها في العام كله، نعم، وتتأكد في هذه الأيام. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من وصلك أن الله سبحانه وتعالى قال من وصلك من وصلني وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد بيّن في الآيات العظيمة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اليوم الرحم لابد أن تصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال يعني من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأل في أجله فليصل رحمه، فما في عذر لك في هذه الأيام يا أخي. هذا يوم فرح، حتى الإنسان يوسع على أهل بيته وعلى أقاربه. إذا ما كانت هذه الأيام صلة رحم فمتى تكون؟ هذه أيام صلة الرحم، مع أن صلة الرحم لا تنقطع في العام كله إلا أنها تتأكد في هذه الأيام، بل يكون الإنسان مبادر لا ينتظر الناس يجونه. وترى يا شيخ هذه أيام عفو، أيام صفح، إذا ما استطعت أن تعفو في رمضان جاء الفرح بأن أتم الله عليك. يا أخي اعفي عن أخوك وسامح أخوك، والله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. اذهب إلى أرحامك، اذهب إلى إخوانك، اذهب إلى أعمامك، اذهب إلى يعني أجدادك، هكذا المسلم يكون دائما في صلة الرحم لا يقطعها أبدا. طيب الشيخ بدر، المظاهر الجديدة في العيد وفيما يتعلق بصلة الرحم اليوم، هل من المتاح أو من المتقبل أن نستبدل مجالس بيوتنا في الكافيهات والمطاعم الخارجية، وإلا يعني استغلال مثل هذه المساحات في بيوتنا في مثل مناسبة العيد الآن يكون لها وهجها ويكون لها طعمها الخالص في غيرها من المناسبة؟ وأنت يا شيخ أحمد أعلم يا شيخ، الآن أغلب البيوت تشتري لوازم العيد لاستقطاب هؤلاء الناس. هم المشكلة يشتروا لوازم العيد لاستقطابها لهم ثم يتقابل في الكافيهات والمطاعم. لا، كافيهات ممكن باقي عامك، لكن هذه الأيام
تسر بأن الناس يدخلون منزلك. جميل. ولذلك الناس يعني يبادرون لشراء الحلوى ويعني تزيين البيت واستقبال الناس والأضياف. ترى هذه مكرمة عظيمة، ترى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذه تجعل الإنسان يعني أكثر يعني مبادرة لهذه. إيش أثر الزيارة يا شيخنا والتزاور الذي ممكن يقع في نفوس المتزاورين فيما بينهم؟ أصل الذي يعني يزور أخاه جاء في الحديث أن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، بل أن الله يحبه بحبه لأخيه وزيارته له. ولذلك يعني زيارتك لأخيك تبعث في قلبه الإطمئنان والمحبة والإخاء، بأن أخي تكلف وجاء إلى بيتي. ترى هذه ما هي سهلة، كيف إذا كانت بين الأقارب، كيف إذا كانت بين الجيران؟ ترى المشكلة العظيمة اللي نواجهها اليوم أن في بعض الجيران ما يزورون بعضهم في هذه الأيام. هذه أيام لابد أن تزور جيرانك وإخوانك وأقاربك وأصدقائك وأحبابك، بل حتى المسلمين عامة، وتتحامل على نفسك ولك أجر فيها. تتحامل يعني بعض الأحيان ممكن تكون أعذار واهية، يعني والله هو ما يحب أحد يزوره في البيت، هو ما يستانس، ممكن تكون هذه أعذار واهية تمنعنا. أصلا أنت لو تشوف الأيام هذه الجميلة أكثر الناس فاتحين بيوتهم صحيح لاستقبال الأضياف، وهذه تجعل الإنسان يعني يبادر، هذا خير. وإذا لم تقدم لنفسك في هذه الأيام الجميلة ما تتقدم؟ جميلة، تقدم الخير وتبادل للخير وتجعل الناس يفرحون. يا أخي هذه أيام فرح، المؤمن يفرح. جميل. بأن الله امتن عليه. شيخ بدر، لو انتقلنا إلى محور آخر، ونحن نتكلم الآن عن المظاهر الإيجابية والتي نحرص عليها أن تكون مشاهدة في أعيادنا، ما هي المظاهر الأخرى التي نحاول ونعاون بعضنا البعض أن نتجنبها ولا تكون حاضرة في مشهدنا، مشهد العيد والفرح في مثل هذه الأيام؟ والله الشيخ شوف، في هذه الأيام أولا يعني الفرح بأن الله تم عليك يجعلك تترك الماضي كاملا، إذا كان فيه من الرواسب يعني اللي كان الإنسان عليها، إما معاصي أو ترك للصلوات، يعني هذه نقطة للتغيير لك بعد أن من الله عليك، نقطة للتغيير لك بأن تجعل مظاهرك جميلة مع الناس، كحفظك للصلاة، كزيارتك للأرحام، كمحبتك للخير، كقيامك لليل، هذه كلها مظاهر تجعل الإنسان يعني يستمر في هذا الخير الذي يعني داوم عليه في الفترة الماضية. جميل. فكذلك يعني الإنسان إذا ما قام، هذا تتكلم أنت تعرج على نقطة مهمة جدا، السبات اللي ممكن يصير اللي يحصل على بعض في أيام العيد ويؤثر على صلواتنا. وقد كان لنا عهد قريب في رمضان وكنا نحرص أنفسنا على شهود الجماعة، هذا تجعل الإنسان حتى أصلا يعني أنت لما يعطيك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة وبلوغ هذا الشهر أو بلوغ العيد، هذه الأيام الطيبة، هذا بلوغ العيد، هذا تجعلك يعني تحمد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون هذا فيه توسع للباطل. هذا تتوسع الإنسان، يتوسع في الخير، في حتى في المباح. يعني بعض أهل العلم يرى أن من مثل هذه الأيام لا بأس بالمباح، لكن لا يصل إلى الحرام. نعم. هذا تجعل الإنسان يعني يستمر في الخير. جميل. شيخنا بدر، ولعله يكون محورنا الأخير هو محور من الأهمية بمكان أن نطرح في هذه الزاوية، ونحن نتكلم عن مظاهر العيد والفرح والابتهاج بهذه النعمة التي بلغنا الله إياها. كان لنا في شهر رمضان عهد مع الله سبحانه وتعالى، الله من الطاعات والأعمال الصالحة والقربة، واليوم نحن نفتتح صفحة جديدة من حياتنا بهذه الأيام التي ملؤها الفرح والمسرات. المغايرة التي ممكن تحدث عند البعض، شوف يا شيخ أحمد، تفضل. أنا واضح سؤالك واضح، بس أنا أسبقك بالإجابة في جزئيتين. تفضل. الجزئية الأولى، ترى الله سبحانه وتعالى أكرمك وغفر ذنبك بإذن الله، وهذا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. نعم. الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك اليوم الجوائز، قد تكون ممن عتق من النار، فلا يصلح الإنسان أن يعود إلى ماضيه بعد أن أعطاك الله سبحانه وتعالى الكرامة وأصبحت ملازم للصلاة وملازم للصيام وملازم للصدقة. اجعل حياتك كلها هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، داوم يا أخي على أعمالك الصالح. والإنسان ترى شيخ أحمد لما يعلم أنه في كل مرحلة من المراحل ينتقل من موسم إلى موسم، اليوم حنا انتقلنا من موسم رمضان، سندخل في 6 من شوال،
والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فالإنسان إذا ما بادر في الخير في مثل هذه الأيام التي يعيشها في الدنيا، وحاليا بأنه خرج من مدرسة رمضانية كانت مليئة ب، وهذه على قول الشيخ أحمد هذه أكبر منطلق له للاستمرار. نعم. يعني الإنسان ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم حياتك قبل موتك، أنت في هذه الحياة لازلت في زمن العطاء والبذل والمحافظة على الخيرات، والله سبحانه وتعالى ترى يريد أن يتوب على العباد. نعم. الله رحيم بهم. كنت أتأمل في سورة المؤمنون، الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون في البداية، يعني سيتحقق الفلاح لأهل الإيمان، ثم قال وقل رب اغفر وارحم في آخر الآيات. الله يريد أن يغفر، يريد أن يرحم، لكن المؤمن دائما يجعل هذه المدرسة التي تربى فيها في رمضان في حياته كلها مع طاعة وإيمان. لا شك أن المضاعفة في الأعمال تكون في شهر رمضان، لكن لا يمنع الإنسان في استمرار على الخير ومداومته على الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة، فالمبادرة بالأعمال الصالحة يا شيخ يكفي لما تقول قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي يعمل الخير سيجده عند الله، هو يعمل لنفسه، أنت تدل على الخير لتكون شهادته عند الله يوم القيامة هاء مقرب كتابي بهذه الأعمال التي يعملها. جميل. شيخ بدر أنا صراحة سعيد بهذه الزاوية التي عرجنا فيها عن كثير من مظاهر الفرح وصلة الرحم والتزاور بين المسلمين، وهذه الأيام أيام فرح وسرور. وكنت أذكر في ثنايا حديثك عبارة سمعتها من قديم، يقول أحدهم كما تعبدنا الله سبحانه وتعالى في ليالي رمضان بالبكاء والانكسار بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي تعبدنا في أيام العيد بإظهار الفرح الله أكبر والسرور، فهذه عبادة وهذه وتلك عبادة الله نعم أكبر. فلا يغلب شيء على شيء. اليوم نحن مأمورون أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بأن نظهر الفرح والسرور، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالله سبحانه وتعالى الذي هدانا إلى الصيام والقيام اليوم يهدينا إلى هذه الأيام الطيبة التي نشيع فيها الفرح والسرور، ونتعبد الله بهذا الفرح ولنا في ذلك أسوة حسنة. نعم. شكرا لك يا شيخ بدر. الله يكتب أجرك. وشاكر لك حضورك معنا. اللي سعداء اليوم فيك يا شيخ أحمد. الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الإيمان. آمين. وأن يفرح الإنسان بهذه اللقاءات الطيبة المباركة. وجملت عيدنا بمقدمك يا شيخ. الله يجزاك خير. هذا من طيبك ومن أخلاقك. شكرا لك يا شيخ. جزاك الله خير يا حبيبي. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد.